شاء الله الكل على الدوفان. شوفي هون شلون الشوارع، جاب كوردوني مشان يطلع تلبست مشان يعطي مبوز للشوارع. بدنا نحطه هون. هون قطعنا الوردات صغيرة شكل اخذنا هالشكل. احكي نسرين تفضلي. تمام. هلا رح نرزق الشيء على الوردات. الموز شلون؟ الموز قطعناهم بهي القطعة. تمام. العجينة موز قطعناهم بيطلعوا بهالشكل، حطيناه بقلبهم لولو من هذا الاستراس. والوردات اللي على الدايرة رح نحطهم هلا، قطعناهم بقالب الاصغر. تمام. حطيناه بهالشكل بهذا، حطيناه لولو في الضغط. تمام. نشوف شلون الكيتي شلون عم تتلون. هدول أداة ضروريات انه تاخذوهم وتشتغلوا. عم ناخذ من العجينه هي السوداء وعم نحط لهذا قالب طبعا عملناه، ومحل الفراغات العيون عم نحط اللون الاسود مشان ياخذ شكل العيون وكمان شكل الشوارع. هلا رح نلزق نحن الاشكال اللي عملناهم بالمي مثل ما قلنا، ريشه ومي. شوفوا شلون هون حطينا الفيونكة. الفيونكة لزقتها. تمام. العيون شكلناهم على شكل بيضوي. نلزقها نحطهم الوش كامل شلون هاي العين عملتها بيضوي. هاي الفيونكة الزهري لزقتها بالماء والريشة شلون. شوفوا شلون عم تلزق. مثل ما ذكرت نسرين في مادة صمغية خاصة للجاتو إذا حبيتوا تشتروها او ما هو موجود عندهم. ماي 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 فرجينا الشوارع. الشوارب هي عبارة عن كوردوني غلفناها بالعجينة السوداء اللي عملناها، نحاول نسويها على شكل مستقيم عشان تطلع مستوية، تطلع مبوزة مثل الشوارع. تمام. حاول تطلع رقيقة عشان تاخذ الشكل المطلوب. وهلا المرحلة اللي بعدها رح نغلف بس العجينة رح ترقيه. تمام. ونغلف فيها الجاتو. رح اورجيكم كيف بنمسده ونغلفه. تمام. هلا نحن رح نغلف القالب. شوفوا شكل القالب بعد ما طالناه للفريزر. جمدة كريمة الزبدة. تمام. رح نغلفه بعجينة السكر. هلا بنرش بودرة سكر بودرة تحتها وبنمدها. هلا العجينة ما تكون سميكة ولا تكون رقيقة. بهالشكل. رقيقة بتشقق وسميكة بتطلع منظرها مثل هيك. شوفوا هالشكل كيف هسه ماتت. هلا انا بعد ما رقيتها رح احطها على القالب الجاتو. شوفوا بهالطريقة. تفضلوا شوفوا بهالطريقة. نشيلها هيك في هدوء مثل القماشة. تمام. عارفين ان ناخذها لهنيك مشان الوردات. تمام. هلا هيك بنبلش نسطحها. شوفوا هاي الآلة صبايا، يا ريت تركزوا. هاي مرحلة كتير مهمة. شلون التمثيل بصير بهالآلة مشان تاخدي السطح مستوي. السطح مستوي. يا ريت تحكي نسرين انتي على هالخطوة عم تعمليها. بهالطريقة هاي بنمسده ليصير مستوي. بعد ما نمسته بنحاول نمسد الأطراف بهالشكل بايدنا مشان يطلع. حاولوا ما كثير تشدوا العجينه مشان ما تتشقق مشان ما يطلع مثل بانسات بانسات. تمام. يطلع مستوي بهالطريقه. في بايكيا سطح مستوي دائري من خشب هو كمان كثير بفيد وقت مد العجينه بدور معك الاله. لقيت مسدناه من كل الاطراف قبل ما نقصه. ضروري يكون ممسد بهالشكل. مثل ما شايفين هلا بعد ما اني امسدها مشان اطالع الفراغات ما يكون في فراغات تطلع مجعلكه.
لازم تكون ممثلة. هلا راح اقص الحواف كلها بهذا الشكل بهي الاداه، هي مقسم فيها العجين. اللي ما عنده مثله ممكن قصها بمشرط، تفرجيهم المشرط، نزلي لي تحت على الكاميرا. تمام شو قشرة بنقصه؟ بنقصه بشكل ما يكون كتير تبين من تحت الجاتو على الحرف، تماما شكل متساوي. انتي بعد القص بتحسني تثبتي اللبان، تسكري شوفوا كيف لبان طبيعي او لبان من عجينة السكر نفسها. تمام شوفوا شلون القص. طبعا الداير دايما بده يتغطى، يا اما بلبان من نفس العجينة او لبان عادي او اي زهر. هلا مثل اللي حفرجيكم اياها الوردات رح نحطهم على الداير. فرجيهم شلون ولو حبة بهالطريقة، بهالطريقة نحطهم جنب بعض ببين كنار كادر. كنار كتير حلو. شوفوا كيف قصيتها العجينة طلعت علقت. نكمل بهالطريقة تطلع كلها متساوية، يعني ما يطلع طالع نازل. هدول هون اللي دخلنا هون الموز مع الزهر مع الابيض، فعلا كله يطلع روان. حاولوا ما يطلع كتير تنيات بالعجينه من تحت. عم بتقص وبتمثل، بتقص وبتمثل طبعا. في هونيك فوق شقل شوي، هي يمكن العجينه بنغطيها باي شغله ثانيه. لا هي شكلي هلا بنحط ريبان نشوف. هلا بعد شوي رح نفرجيكم شوي كيف هيك رح تنزل الوردات والايادي. نكمل صبايا التمثيل بده يكون بهالطريقه. الحواف لحتى تطلع ساويه معي لازم تترقى بهي الاداه اللي عملنا فيها نفس اللي من فوق. تمام يعني مثل ما مسدت السطح بتمسد الاطراف الدايره لحتى يطلع متساوي وناعم ما في لا تعرجات ولا شيء. تمام هذا كثير ضروري هالمرحله. وبعدين بتلزقي هالوردات هدول بواسطه الريشه والمي او الصمغ الخاص بلزق الوردات تبع اللبتون. قلت لك نسخة هيك بهالطريقة مسدناه. شوفوا كيف صار من هون صار كتير. هلا هذا الداير رح نلزق عليه الوردات، رح اورجيكم كيف. نجيب ريشة ومي، ناخذ الوردة ونلزقها بهذا الشكل الداير كله. ما شاء الله وحده جنب الثانيه مشان يعطي كنار، يعطي داير. بدك ريبان حطي ريبان من العجينه، من العجينه نفسها. بدك ريبان عادي عادي قماش حطي انت حسب امكانياتك حسب الموجود عندك. وراح افرجيكم الشكل النهائي بعد شوي وتمازج الالوان مع الزهري مع الموف مع الابيض. فعلا بيطلع روان نسرين. شوفوا كيف صار حلو، يعطي منظر كثير حلو. بس لا يخلص ما شاء الله. ونياله لبنت الدكتور زيد تخيلي، نياله على هيك عمي بتجنن. صبايا خلص هذا الشكل النهائي للجاتو. شوفوا كيف لزقنا الهيلو كيتي اللي قطعناه والقطاعات اطراف الداير الدوار الورد دوري. ضفنا بالنسبة له ضفنا وردات من هون دوري بالنص. شوفوا كيف شايفين المنظر هذا، هذا مناسب لأعياد عيد ميلاد وفعلا يسلم ايديك يا نسرين. شوفي كيف من فوق لزقنا الهيلو كيتي وحطينا على الداير وردات. خلينا نقول لهم الشوارب شلون عملناها. الشوارب هي عبارة عن جبنا كردوني خشب خشب السنين. تمام غلفناها بعجينة سكر سوداء ورفعناها كثير لحتى تطلع معنا مشان تطلع بشكل مستقيم، يعني يطلع بشكل تمام ويطلع البوز تمام. طبعا الشوارب احكي مناسبة مين ولمين هيدي. طبعا هذا القالب عملته للاخي زيد نايا دكتور زيد نايا على شرف جيتها لهون عنا.
ان شاء الله المرات الثانيه رح ننزلكم مراحل عمل الوردات واشكال ثانيه. صدقوني انتم اذا شفتوا هالمراحل تابعتوها لنسرين المراحل اللي صورناها وعملناها سوا، صدقوني رح ينجح معكم الجاتو وتتغلبوا على الفشل. الجاتو سهل كثير وما بده شيء، بس بده وقت وصبر وصبر ودقه بالتحضير. بالتحضير انتبهوا على التحضير، هم قادرين بس التحضير كثير مهم. هو كثير سهل ما بده اي شيء. أهلا وسهلا فيك صبي.